الاهلي بالتحديد مع بعد ما خلص المران، يعني التمرين خلص وهو تابع المران كمان، واول ما كنا جاهزين كده رايحين على الاتوبيس عشان يروح المطار، وقف واتكلم معاه في امور مهمه جدا وبالتحديد فيما يتعلق بالمباراه، وكلمات كانت محدده ومهمه من الكابتن محمود خطيب، واعتقد هو دافع كبير جدا جدا هذه الكلمات، او هي دافع كبير بالنسبه للاعبي النادي الاهلي. كل اللقطات حضراتكم شايفينها طبعا بشكل حصري على قناه النادي الاهلي وبشكل دائم، كل الكواليس بنغطيها لحضراتكم، ده امر مفروغ منه. لكن الكابتن محمود الخطيب قال مهمه قوي ان احنا نلعب المباراه دي بمنتهى القوه والجديه، لازم ان احنا كمان نكون في الموعد ونكون على قد الموقف اللي احنا حطينا نفسنا فيه، لكن في نفس الوقت احنا عندنا ثقه كبيره جدا فيكم كجهاز فني وكلاعبين، واثقين ان انتوا هتقدروا تحققوا نتيجه ايجابيه من خلال هذه المباراه عشان نقدر نواصل المشوار في دوري ابطال افريقيا. قال لهم كمان انتوا عندكم مسؤوليه كبيره قوي تجاه ناديكم النادي الاهلي وتجاه جماهيركم اللي دايما بتكون وراكم بشكل كبير وفي اي مكان بدعوات طبعا جماهير النادي الاهلي، وقال ان في ثقه كبيره جدا من الجماهير فيكم كعناصر للفريق. بعد كلمات الكابتن محمود الخطيب الكل ارى الفاتحه وتوجه الفريق للاتوبيس الخاص به عشان يوصلوا لمطار القاهره الدولي، وباذن الله يوصلوا كمان للكونغو بالف سلامه. ده فيما يتعلق بالجلسه اللي حضراتكم شايفينها بخصوص جلسه الكابتن محمود الخطيب مع اللاعبين، بس انا عايز افكر حضراتكم كمان بقائمه النادي الاهلي اللي هتسافر